وأنا بقول بنتي معها شهادات ودارسة ومثقفة وعقلة بيوزن بلد، بس بدي أفهم شو إلك شغل بالسلاح؟ أنت شو بدك فيه؟ وكمان أخذتيه من هالغراب أمل؟ بس أنا بورجيها لهالقليلة الأصل، والله لحاسبها طولي بالك. ماما شو دخل خالته أمل بالقصة؟ هي بس حبت تساعدني. ايه كتر خيرها، شو هالمساعدة هي؟ طيب كم مرة بدي اعتذر منك؟ لك كنتي ناوية تقضي حياتك بالحبوس؟ أنا كم مرة قلت لك سلاحك الوحيد هو الدراسة والعلم؟ بس كل حكي معك خلاص راح على الفاضي. قديش نبهتك إنه ما تضحي بدراستك كرمال حدا؟ بعرف الحب مو عيب يا بنتي، بس مو يعني إذا حبينا نحارب كرماله بالسلاح. ياسمين خلاص ديما اعتذرت ومشي الحال، حاجة بقى تلوميها. قلت لي معلومة، هي سألنا محامي قال الزلمة إنه حتى لو بعد فترة سوزان بتقدر تشتكي عليها، ولنفترض اشتكت شو بقدر أعمل أنا؟ روح معها على السجن؟ لا تخافي هالشي ما رح يصير، أنا بحكي معها. أبداً ما رح خليك تحكي مع حدا بهي الحارة، ما في تحكي غير معي أنا، قصدي كاميرا يعني. لا تواخذني، هذا اللي بده يصير، يعني هي الحقيقة يعني. ياسمين ياسمين لو سمحتي لا تقوسيني. عم بمزح معك. شو ما عرفتي تمزحي غير هالمزحة؟ شي كتير حلو انت هون كمان؟ كان ناوي هلأ يروح. يلا غسان تيسر، الله معك. ما هاتي عم نحكي بسرعة، بس خليكي رايقة. ايه بسكر الباب وراك. ديما طمنيني كيفك يا روحي؟ انا منيحة. اكيد منيحة؟ منيحة كتير شكرا. بصراحة أنا بدي أعتذر لأنه فتت على جنينتكم بنص الليل، بعتذر منكم. بدي أعرف كيف بتعطي هيك سلاح لبنت صغيرة؟ معقول؟ ألف مرة صرت حكيت لك القصة. خالته أنت صاير معك زهايمر وهذا واضح. رح عيدها إمّا وبتعرفيها وحدة هبلة، وبنتها لياسمين ما بتقدر تكون قوية وتحمي حالها بالمرة، والبنت مسكينة كانت خايفة ومرعوبة كتير يعني. قلت بلا ما تكتئب وخلي يكون عندها ثقة بحالها فعطيتها السلاح. هبلة شو دخل السلاح بالاكتئاب وقوة الشخصية؟ فيك تفهميني؟ فورا تاخديه بترميه بالبحر أو بشي مكان تاني. ما بدي شوف سلاح ببيتي منوب، يا بترمي السلاح يا برميكي أنت والسلاح من هون سوا. الباب يلا قومي افتحي. أنا بدي أفتح الباب، البيت بيتك، قومي شوفي مين؟ الحمد لله لسه رجليكي بيحملوكي. ليكي خالته ماجدة، ما بقى غير تقليلي تعي لبسيني الشحاطة برجلي كمان. إيه إيه خلص فهمت، لا تتحركي خليكي قاعدة هون. يعني أنا ما عم أعرف حالي إذا أنا ضيفتك ولا خدامتك هون بهالبيت خالته ماجدة، وأوعك تنسي الأكل على النار. بلا ما يحترق. اهلا وسهلا سوزان. اهلين فيكي خاله ماجده. كيف صرت اليوم؟ منيحه بنشكر الله. ايه الحمد لله. فوتي لعند امل انا بدي اشوف الطبخه على النار. اهلا وسهلا سوزان. كيفك حبيبتي امل؟ منيحه عم دبر اموري. امل الاخبار كتير منيحه، خطتنا عم تمشي مثل ما بدنا واكثر. اي خطه هي؟ خطتنا بتفريق غسان عن الحيه ياسمين. شو نسيتي بسرعه؟ امل منيح سمعت منك وتراجعت عن الشكوى وما قدمتها بنوب، شكرا إليك، لأنه هلأ صارت ياسمين تحت أمري وشو ما بدي مجبورة تعمل بدون نقاش. أوه منيح، فرحتيني وكتير انبسطت، وأنا كمان كنت متضايقة منها لهالمجنونة. بس كمان الخطوة الثانية شو بدنا نعمل فيها لنكمل؟ هذا الأهم. شوفي لقلك الخطوة المهمة. يا الله شلون راحت الفكرة؟ لك شو صار لك؟ هيك عم يصير معي عطول. أنا عندي مشكلة وشاغلت لي بالي دايما يا سوزان، يعني أنتي بتعرفي موني متفترة بغيبوبة وطول الوقت على ظهري. أيه. بالموت السريري. ايه من وقتها ما بعرف هيك عم بنسى كتير شغلات. ما عم اتذكر شي، تركني بحالي وبمصيبتي. شفتي شو عم يصير؟ وأنا عم فكر بنفس اللحظة نسيت الفكرة، لكن نسيت كل شي بدي أحكي لك يا. كيف أنا بدي كون دوا لهمك بقى؟ قولي لي. شو لازم نعمل بمشكلتك؟ والله عم فكر بحل انه لازم اسحب قرض صغير من البنك، يعني مشان عالج مشكلتي منه، بس من وين يا حسرة من وين رح لاقي كفيل؟ اللي بعرفهم ما رضيوا. قصة صعبة. صح، يعني الموضوع صعب، كفيل وقرض. يا سوزان لو تعرفي يا بنت
مثل حالتك بالضبط، كل اللي عندهم هموم بيركضوا لعندي. دخيلك يا أمل والله يوفقك يا أمل. ما حدا بيتذكر يسألني ويقول لي أنت يا أمل عندك شي هم؟ هيك طبع البني آدم طول عمره. أنا معك حق. أنا بعرف بهيك وقت متأخر ما كان لازم فوت على جنينتكن، بس ياسمين بترجاكي أدري موقفي شوي. شفت خيال حدا عندكن، فوراً تذكرت ديما وخفت عليها من هداك المجنون، لهيك إجيت. يعني انشغل بالي. بس أنا كتير ناديت لك أنت ما رديتي علي، ليش هيك عملتي وهربتي؟ صح، هو حقك علي، أنا غلطت. بس أنت بتعرفي بهالفترة قديش أعصابي تعباني، تلبكت وما عرفت أتصرف بهالموقف. تعبانة سوزان، لا تأخذيني، بس أنت تجاوزتي حدودك. ظريفة المسحة، بكل الأحوال مرقت على خير. كمان بدي إلك خلينا نرجع رفقات، يعني لما منشوف بعضنا بلا ما نتخبى ورا الحاوية، مو حلو هيك موقف بحقنا ولا بحق عمرنا، مو هيك؟ أعوذ بالله، لا ما صار هيك بنوب. بس مفاتيحي وقعوا بالأرض وأنا وطيت لأخذهم، ولهيك كنت منزلة راسي وقت أنت شفتيني ورا الحاوية. إيه، خلينا ننسى ياسمين كل شي، خلينا نرجع مثل قبل، البنات وأنا وأنت، خلينا نقعد سوا ونحكي ونتساير. بفكر. ومنشرب قهوة. مو مشكلة، منشوف ومنضحك ومننبسط، ما هيك؟ هذا الشي بده وقت. حتى إذا بدك لما الجو بيتحسن أنت وأنا وغسان منروح رحلة، مو حلوة هالفكرة؟ شو هالفكرة المجنونة هي؟ شو هالحكي هاد؟ من كل عقلك نطلع رحلة نحن الثلاثة سوا ولحالنا؟ شو هاد؟ لا يا الله، مزبوط زعلتيني كتير ياسمين. كنت عم أقول لحالي يعني أحسن ما أسمع تحريض رفقاتنا عليكي، كنت مفكرة نرجع رفقات مثل ما كنا بالأول سوا. بس هلأ بما أنه ما بديك ما في مشكلة. أي رفقات اللي عم يحرضوكي؟ يعني كتير عالم ياسمين، الجيران اللي حوالينا وقرايبينهم وكم محامي منعرفه كمان. انتي مقوستيني؟ عم يضلوا ينقوا فوق راسي مشان اشتكي عليكي. أنا عم قلهم ما بيصير، مستحيل، ياسمين كانت رفيقتي، ما بعمل فيها هيك، مستحيل. والله كتير منيح، برافو. نحنا منضل رفقات من زمان، وبخصوص الرحلة اللي حكيتي عنها، مو قلت لك لا مستحيل نروح ورفضت؟ انتي مقدرة وضعي ليش رفضت؟ ليش؟ كرمال الحشرات، ان كان نمل ولا دبان او شي صرصور، بيفوتوا تحت المادة وبيغطوا هيك على الاكلات، ما بقى منحسن ناكل ومعدتنا بتخبط. المطعم مو أحسن؟ هي الفكرة حلوة، ليش نروح رحلة ونتلبك؟ هيك أنظف وأسهل، وكمان نقدر نحط مادة بالبيت ومناكل كلنا. يا الله ياسمين، فرحتيني كتير، أنتي مرة ذكية وعجبتني الفكرة. طبعا. أنتي لا تردي على حدا. يقصف عمرك إن شاء الله، الله لا يوفقك يا ربي. دخيلك شو أعمل أنا؟ ماما؟ شو صار؟ ليش راحت بسرعة؟ مين قالك راحت بسرعة؟ صار لساعة عم تنق فوق راسي. شو؟ من بعد اليوم كل مشاويرنا وطلعاتنا رح نعملها مع الست سوزان، بكرة أو بعده إذا سكنت عنا لا تستغربي. وليش عملتي هيك شي؟ يا بنتي لو تشوفي الوجه التاني اللي فرجتني إياه، إذا ما رافقتها منروح فيها، بدها تخليني تختخ بالحبوس. يا ربي. ألو غسان؟ ايه راحت. اعتذرت مني؟ ايه طبعا اعتذرت، وانا كمان قلت لها رح اسامحك هالمرة، مو مشكلة، بعرف حالي قلبي كبير. ماشي لا تشغل بالك بالشي، يلا ببوسك، باي يا روحي. يا الله دخيلك، قدي أنا ما راح حظي قليل بهالدنيا. يا ربي. أمال
لا تفهميني غلط، ليكي أنا بعرف إنك شخص بنوثق فيه، بس أكيد ما رح تنسي تدفعي كل شهر للقرض، ما لأنه بتعرفي إذا ما دفعتي بيخلوا الكفيل يدفع. عيب عليكي يا بنت، معقولة أنا أعمل هيك شيء؟ رح أدفع لقصوتها كل شهر. اسمعيني منيح، أوعك تخبري خالته ماجدة بشي، تمام؟ لأنه بعدين بتبلش تنق وتكتر طلباتها وما بقى بلحق لها مشترى. لا لا ما رح إلا، معقول احكي لها شو صار؟ بس هلأ راسك مرتاح ما هيك؟ أوه نشكر الله، عقلي ارتاح كتير بفضلك يا بنت. يعني ما بقى عندك لا مشاكل ولا شيء؟ لا الحمد لله. طالما راسك ارتاح وصرتي منيحة، مو نحن حكينا بموضوع كيف بدنا نرجع غسان إلي مرة تانية وما كنتي قدرانة تفكري ومشوشة، بس هلأ بدي منك نصايح. فهمت عليكي وعرفت منيح شو بدك، بس لا تقلقي حياتي، قدامك خبيرة بهالشغلات يا روحي. معقولة ما أنصحك يا شريكتي؟ أنتي هلأ صرتي كفيتي. هلأ بالحقيقة بقدر قلك إنه هالشغلات هي بالنسبة إلي شغلة أولاد صغار ومانا صعبة. مثلاً أهم شي المرأة يكون شكلها ظابط وبتلفت نظر وين ما راحت، مفهوم يا سوزان؟ وفي طريقتين مشهورين لتدخلي على قلب أي زلمة، تعرفي إنه الأولى عن طريق الأكل الطيب اللي بتحضري، وما شاء الله أنتي هذا الطريق عندك 100%. والطريق الثاني المظهر الخارجي. لا تأخذيني سوزان، بس يعني هي القصة مو كتير ظابطة عندك ولازم تغيري بشكلك الخارجي. أمل أنا مو حلوة ما هيك؟ أنا كتير عم بين بشعة. لا والله يا روحي مو قصدي هيك أبدا، أنت شكلك العام ظابط. شو بيعرفني؟ أنت كأنك مايلة للكلاسيكية، يعني كيف بدي قلك، يعني مملة، مو ديلك قديم، يعني بصراحة بتلبسي ثياب مثل البرادي وبتطلعي كأنك ليتا سوزان. شو هاد؟ مثل الخرقة ما في موديل؟ لا أبداً ما بيصير هيك، بس لا تخافي قدامك البنت اللي رح تقلبك من فوق. لا للتحت. أنا تيابي مثل البرادي؟ يعني إيه بس مو مشكلة، ليكي لا تقلقي. اسمعي أنتي مع وحدة رح تعرف كيف تغير لك موديلك كله، أنا رح غيرك من شعراتك لبوتك، ومن التغيير رح تنصدمي وتتفاجئي بحالك كتير. أنا عم لاحظ وشي كتير عم يتبشع، أنا عم ختير يا أمل وصار عندي تجاعيد وبشرتي عم تصفر. في ماسك البيض بتعرفيه؟ هذا اللي بيحطوا فيه عسل ولما بتدهني وشك فيه البشرة بتنتعش وبتخف التجاعيد، كتير بسمع عنه، هذا ممكن أعمله. سوزان أنت شغلك بالكيك صار يأثر على حياتك وتخربتي بالوصفات وتستعمليها لوشك. شو ماسك البيض يا بنتي؟ هذا الماسك اللي قلتي ستي كانت تستعمله. أنا رح أخذك على مركز تجميل، بس تطلعي منه رح تقولي هي أنا؟ بدنا نطلعك وحدة جديدة، تعالي معي لشوف. يلا أمان، بس بيقولوا الجمال الداخلي هو الأهم. كذب يا بنت، هذا كله كذب. امشي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.